يكون الطرف أنشطة داعمة. من أجل تقديم هذا الطرف سنتبع المراحل التالية. في البداية سنقدم تذكيرا بدروس التراكيب والصرف والتحويل، ثم نقوم بقراءة التمارين وإنجازها، ثم ننهي الحصة بتصحيح الإنجازات جماعيا وفرديا. سنتذكر معا درس الاستثناء بإلا. المستثنى هو اسم يأتي بعد أداة الاستثناء. مثال: التزم الجميع بالقواعد إلا المتهاونين. الكلام قبل الاستثناء التزم الجميع بالقواعد، وهو كلام تام لأن المستثنى منه مذكور الجميع، وهو مثبت لأن الجملة لا تبتدئ بأداة النهي. إذن الكلام قبل الاستثناء تام ومثبت، إذن المتهاونين مستثنى منصوب، منصوب بالياء. بالنسبة للحالة الثانية: ما تراجع المتطوعون إلا واحد. الكلام قبل الاستثناء تام لكنه منفي، لأن الجملة تبتدئ بأداة النهي، وتام لأن المستثنى منه مذكور. إذن هنا لدينا حالتان: الحالة الأولى تعرب واحدا مستثنى منصوب، أو تعرب بدلا تابع للمبدل منه في رفع. في هذه الحالة البدل تابع للمبدل منه، وهو المتطوعون في الرفع. بالنسبة للحالة الأخيرة: ما فاز إلا المثابرون. الكلام قبل الاستثناء غير تام ومنهي، إذا في هذه الحالة الكلمة أو الاسم الذي يأتي بعد أداة الاستثناء إلا تعرف حسب موقعها من الجملة. في هذه الحالة فاعل مرفوع، يعني فاز المثابرون. سنتذكر الآن الاستثناء بغير وسوى. لدينا ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان الكلام قبل الاستثناء تاما ومثبتا، فإن غير وسوى تعربان مستثنى منصوب. مثلا: مكث الجميع في المنزل غير الأطباء. الكلام قبل الاستثناء مكث الجميع في المنزل تام ومثبت لأن المستثنى منه مذكور، والجملة لا تبتدئ بأداة النهي. في هذه الحالة غير تعرب مستثنى منصوب. الجملة الثانية أو الحالة الثانية: إذا كان الكلام قبل الاستثناء تاما ومنفيا، تاما ومنفيا بمعنى المستثنى منه مذكور، تنصب غير وسوى على الاستثناء، أو تعرب بدلا تابعا للمبدل منه في إعرابه. مثال: ما تجمع الناس أمام المتاجر غير المتهورين، أو غير المتهورين. لماذا؟ لدينا حالتان تنصب على الاستثناء، إذن غير أو تعرب بدلا تابع لمبدل منه، بمعنى تابع للناس، إذا تعرب بدلا تابع لمبدل منه في إعراب، يعني هذا تابع لمبدل منه في الرفع. الحالة الثالثة: الكلام غير تام ومن، إذا المستثنى منه غير مذكور، تعرب غير وسوى في هذه الحالة حسب موقعهما من الجملة. مثلا: لا يشك في أهمية العلم سوى الجاهل. إذن هنا سوى تعرف حسب موقعها من الجملة، وهو فاعل مرفوع، يشك يعني سوى هو الفاعل. إذن في هذه الحالة الثلاث دائما الكلمة أو الاسم الذي يأتي بعد غير أو بعد سوى تعرف مضافا إليه مجرور. بعض
جميع الحالات يجرب استثناء على الإذا. إذن نمر الآن إلى التطبيق. حاول عزيزي التلميذ أن تجيب على هذا التمرين. سنقرأ الجملة. زارت التلميذات المعمل إلا سعاد. ما حضر الصناع إلا واحدة. لا ينفع الأمم إلا العمل المنتج. ما صاحبت غير المخلص. سننتبه إلى الجملة الأولى. الكلام قبل الاستثناء في هذه الجملة زارت التلميذات المعمل. إذن هذا كلام تام ومثبت. المستثنى منه مذكور التلميذات أداة الاستثناء لا سعادة هي مستثنى منصوب. في الجملة الثانية ما حضر الصناع إلا واحد. الكلام قبل الاستثناء تام لكنه منفي. لدينا حالتان أداة الاستثناء إلا. إذن نقول حضر الصناع ما حضر الصناع إلا واحدة. إذن مستثنى منصوب أو بدل تابع للمبدل منه في رفعه. إذن ما حضر الصناع إلا واحدا أو ما حضر الصناع إلا واحد. واحد بدل تابع للمبدل منه الصناع في رفعه. لا ينفع الأمم إلا العمل المنتج. لا ينفع الأمم إلا العمل المنتج. إذن لا ينفع الأمم هذا كلام قبل الاستثناء منفي وغير تام. إذن في هذه الحالة تعرب العمل حسب موقعها من الجملة وهو فاعل. ما صاحبت غير المخلص. الكلام قبل الاستثناء غير تام ومنفي. إذن غير في هذه الحالة تعرب حسب موقعها من الجملة. إذن في هذه الحالة مفعول به. غير في هذه الحالة تعرب مفعول به. المخلص يعرب مضاف إليه مجرور. الآن نمر إلى دروس الصرف والتحميل. اسم الزمان اسم مشتق يدل على زمن حدوث الفعل. بينما اسم المكان اسم مشتق يدل على مكان حدوث الفعل. يشتق اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي معتل اللام أو مفتوح العين أو مضمومها في المضارع على وزن مفعل. مثلا رمى مرمى طلع مطلع. إذن مفعل وعلى وزن مفعل من كل فعل ثلاثي صحيح اللام مكسور العين في المضارع أو من كل فعل ثلاثي معتل الفاء. وعد معتل الفاء. وعد موعد. جلس مجلس. هذا بالنسبة للفعل الثلاثي. بالنسبة للفعل غير الثلاثي يشتق على وزن اسم المفعول. لا يشتق على وزن مضارعه باستبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. مثلا انطلق منطلق. لدينا ثلاث حالات. إذا يشتق الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل ومن الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول. بالنسبة للمصدر هو لفظ يدل على حدث غير مقترن بزمان. هذا الحدث مشتمل على أحرف فعله. الفرق بين المصدر والفعل أن الفعل لفظ يدل على حدث إلى جانب دلالته على الزمن. مصادر الأفعال الثلاثية هي مصادر سماعي. هي غير قياسية. ليس لها قواعد مضبوطة. إلى
لأن هناك بعض الضوابط التقريب. مثلا بالنسبة للحركة، مثلا هاجة هيجانا، دائما هاجة هيجانا، سالا سيلانا إلى غير ذلك. لكنها في على العموم فهي مصادر سماع. مثلا سمع سمعا، وجد وجودا، قرأ قراءة. بالنسبة لمصادر الأفعال غير الثلاثية فهي قياسية، وإليك بعض أوزان هذه المصادر. مثلا فعل تفعيلا، مثلا رتب ترتيبا، فاعل مفاعلة، قاوم مقاومة، استفعل استفعال، استعمل استعمال، اندفع اندفاع، انفعل انفعال. نمر الآن إلى التطبيقات. حاول عزيزي التلميذ أن تجيب على هذا التمرين وتبحث عن مصادر هذه الأفعال: نطق، رجع، كتب، اقترب، ودع، اعتدى، استولى. هذه أفعال ثلاثة وهذه أفعال غير ثلاثة. نمر الآن إلى تصحيح التمرين. نطق نطقا، رجع رجوعا، كتب كتابة، اقترب اقترابا، ودع ذو فعل تفعيلا، ودع توديعا، اعتدى اعتداء، استولى استيلاء. إلى هنا عزيزي التلميذ نكون قد انهينا درس صف التراكيب والصف التحليل. إلى اللقاء، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.